يو الدراري والدريات، معكم حمزة، جيتكم فيديو جديد. اليوم غادي نهضر على واحد المشكل اللي من اكثر المشاكل المحرجه عند الرجل. هاد المشكل هذا كنشوفوه بزاف في لي سال دو سبور، وكنشوفوه عند لعبة ديال الكره بزاف. هاد المشكل اللي كيأثر نفسيا على الرجل. في هاد الفيديو غادي نشوفو بروز المؤخره عند الرجل. في هاد الفيديو هذا غادي نشوفو الاسباب الرئيسيه. غادي نعطيكم تمارين اللي غادي ديروها باذن الله في اقل فتره غادي تحل هذا المشكل. في هذا الفيديو غادي نوريك السبب من منظور الطبيعه والعضلات، ماشي من منظور التغذيه. قبل ما نبدا الفيديو ما نساش دير سبسكرايب لايك، حضر معايا دماغك ومرحبا. مبدئيا خاصكم تعرفوا الشكل ديال العمود الفقري ومن اش يتكون. العمود الفقري تيتكون من سيرفيكال فيرتيبرال اللي هو فقره عنقيه، توراسيك فيرتيبرال اللي هي فقره صدريه، لومبير فيرتيبرال اللي هو فقره قطنيه، ومن ساكروم اللي هو الحوض ديالك، والكوكسي اللي هو العصعص. كيف تشوفوا الشكل ديال العمود الفقري، كل جزء منه تتخذ شكل معين. مثلا الفقره العنقيه دايره بحال الفقره القطنيه، والفقره الصدريه دايره بحال الفقره العصعصيه. دابا شفنا الشكل ديال العمود الفقري ومن اش تيتكون. دابا غادي تنساو الجزء العلوي ديال هذا العمود الفقري، تركزوا ليا على الجزء السفلي اللي تيتكون من الفقره القطنيه والعصعصيه. بين هاد الجوج كاينه واحد الزاويه اللي سميتها لامبو ساكرال انجل. هاد الزاويه هادي وقت ما تزيد توسع تتخلي الحوض ديالك يدور لقدام، تولي بحال ديال بحال الشكل ديال الحوض ديال البنات، حيت الله خلق الراجل بحال البنت في العمود الفقري ديالهم، جات الحوض ويدورو بالنسبه للبنت، حيت الحوض بالنسبه للبنت لا كنضير تيكون مهيئ لاستقبال ديال الجنين، اما الراجل لا. اما اذا كان الحوض بحال الراجل الجنين مسكين هيكون يا اخوانا اللي في الطياره انا تشفط. الاسباب اللي كيخليو هذا المشكل يكون عند الراجل اللي هو كثره الجليس بالنسبه للناس اللي كيخدموا في البيرويات لمده طويله، العمر والجينات. بالنسبه للجينات اغلبيه ديال الناس يكون الجينات ديالهم بحالهم بحال والديهم، كاين اللي والديه تيكون عندهم مقوس بحال داك اللاعب اللي سميتو ستيرلينغ، بحالو بحال امو دايرين هكا حتى هو داير بحال هكا. باش نصحو هاد المشاكل خاصك تمارس بعض التمارين ديال ستريتش اللي غادي يعاونوك في لاسوبليس ديالك، وهادي وزيدي ليك، وهادي يدير ليك توازن بين العضلات ديالك، وهادي ان شاء الله مع تطبيق هاد التمارين وفي اقل مده غادي تحل هاد المشكل ديالك. وصلنا للخير ديال هذا الفيديو الخوت، منساش ديروا سبسكرايب لايك وبيس، نشوفكم فيديو اخر.